والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حلوني آبائي، بشكر ربنا نحن قادرين نتقابل بالطريقة دي. من كل قلبنا بنصلي إن ربنا يعني يشيل الغمة دي وينهي الكورونا. بص، عاوز أكلمكم عن الليلة دي. الحاجات الواضحة قوي ضعف الرسل، فعاوز أكلمكم عن ضعف الكارزين على اعتبار كلكم مشغولين بالكرازة. الليلة دي كلنا اتفضحنا، يعني ما طلعش ولا واحد جدع، كلنا بدون استثناء ممثلين يعني على كبير في الرسل، واللي خافوا واللي اتلخبطوا، رغم ان هم لسه متناولين ورغم ان هم سامعين كلام كتير قوي النهارده مشجع جدا عن الروح القدس وعن ملك المسيح وعن لاهوته. انما كل ده ما لغاش الضعف. ساعات بنصطدم بضعفنا، يعني كلنا بنبقى نفسنا نبقى اجدع من كده، نفسنا نوعد ربنا ونمشي احسن من كده، كلنا بنبقى متمنين في نفسنا يعني حاجة أفضل، نوعد ما بنقدرش نلتزم، نمشي خطوتين ونقع. وتغيير القلب نفسه صعب، يعني مثلا اللي مغلوب بالخوف، النهارده ماري مرقص شفيعنا يطلع من هدومه من الخوف ويجري. بطرس الرسول العظيم بينكر 3 مرات، كلهم بدون استثناء بيشكوا. فهنا عاوز أقول على قد ضعف الرسل ده، على قد ما دي رسالة مشجعة لينا، ربنا يسوع ما استغناش عن ولا واحد فيهم. صحيح وبخهم، عاتبهم وقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. التجربة اللي دخلوا فيها هي تجربة الحزن والشك، لخبطوا، الشك غلبهم والحزن غلبهم والخوف غلبهم، لكن رجع المسيح بنعمته لم ده كل يوم القيامة وصلح، وقوته في الضعف تكمل. يعني مفيش غير يهوذا ربنا يحمينا، ده مش ضعف بقى. لا، هنا في فرق بين ضعف الرسل اللي خافوا وشكوا وحزنوا وبين إرادة شريرة، واحد جواه شهوة مال مسيطرة عليه طلعت منه إرادة شر فمصر على السكة الغلط. وهنا قال الكتاب دخل الشيطان قلبه، لأن ربنا يحمينا ده غير الضعف. يعني كلنا بدون استثناء بنقع، والأسبوع ده حتى طول الصيام نفسنا نصوم أحسن من كده، يعني ما مشيش قوي، يعني أسبوع الآلام كان نفسنا برضو نركز أكتر. دايما عندنا طموحات روحية، بس إيه، زي ما قال المسيح الليلة دي، الجسد ضعيف، النوم بيغلب والأكل بيلح علينا، وبرضو الكرامة بتنقح ساعات، العيوب هي مش راضية تروح بالساهل. يعني اللي بيطمننا يا ولادي انه ربنا قابلنا زي ما احنا كده، وعارف ان احنا هنغلط، وعارف ان احنا مش جدعان قوي، وعارف ان احنا على قدنا، ومع كده مصر ان التلاميذ دول هم اللي يكرزوا بعد كده، وهو اللي يفرحهم يوم الحد بقيامته، وهو اللي يقول لهم انتم أولادي. على فكرة الليلادي بالذات استخدم تعبيرات ما استخدمهاش طول خدمتهم معاهم. قريت في أبونا تدرس إنه كلمة يا أولادي اللي قالها 2 مرات الليلادي معناها my little children، يعني كان بيدلعهم، يعني حبايبي الصغيرين، بيقول لتلاميذه كده النهاردة، أنا معاكم زمان قليل لكن سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. وقعد يشجعهم جدا، لأنه لما ذكر حكاية أنه واحد منكم يسلمني النهاردة الصبح، يعني انزعجوا واضطربوا، كلهم شكوا في روحهم، لأنه اللي عنده ضعف بيشكوا في روحه. الوحيد للأسف اللي ما شكش في روحه هو اللي الشيطان مسيطر عليه، كان يهوذا. الباقيين من معرفتهم بضعفهم كل واحد بقى يقول له أنا يا معلم أنا. بس الموضوع اللي عاوز أقوله لكم، بلاش الواحد ييأس. أهم حاجة عندي أنه مهما كان ضعفك وعجزك، وعندنا شك واضح النهاردة، يعني تصوروا قديسين عاشوا مع المسيح وشافوا العازر طالع من القبر وشافوا معجزات ياما بإيديهم بعينيهم، وعملوا معجزات بإيديهم،
ولسه شجرة التين تشهد يعني الأسبوع ده وقبلها العازر إنما كل ده ملغاش الشك. فإذا الضعف بيغلب ساعات، وملغاش إنه معرفوش يلتزم، كم مرة يقول اسهروا 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 والنهاردة ناموا برضه واتغلبوا، مع إنه كان موصيهم كتير قوي الأسبوع ده على السهر، معرفوش السهر. أنا بقول كده عشان كتير مننا بيغلبوا مشاعر يأس من نفسه. الضعف ما يأسكش، بعيد عنكم لما تكره ربنا هو دي المصيبة، أو تدي ظهرك لربنا خالص دي المصيبة. يهوذا هنا لا حب ربنا ولا حب إخواته، خلي بالكوا، فصل نفسه خالص. خلاص الفلوس عمياء، ربنا يحمينا كلنا، ومش عاوز لا المسيح ولا التلاميذ. فلما انفصل خالص عن جمهور التلاميذ استلقافه الشيطان، بقى فريسة سهلة. إنما طول ما هم الـ11 ملمومين على بعض، ملصمين بعض زي ما احنا بنقعد نلصم بعض كده، نشجع بعض ونقول ربنا بيحبنا وقابلنا على خيبتنا وضعفنا، وندوق كلنا خبرة قوته في الضعف تكمل. الواحد بيتفرج على الرسل بقى، ماري مرقص النهاردة اللي يطلع من هدومه قدام كام عسكري ده يجي يقلب مصر كلها وأفريقيا كلها ويتسحل في شوارع اسكندرية وما يخافش، ويقف قدام ملوك وولاه ازاي يعني؟ طب ده ماري مرقص اللي كان في يوم من الايام خواف، وبطرس اللي ينكر يقف قدام نيرون في يوم من الايام ويستشهد على اسم المسيح، والتلاميذ اللي يشكوا كلهم كل واحد يروح بلد مقد بلاد. فهنا واضح النعمة، وواضح ان الضعف ده طبع بشري ربنا عارف، عشان كده نقول له في الصلاة انت تعرف ضعف البشرية ونقصها، انت ان انا ضعيف. بحب اول مزمور اللي بيقول له ارحمني يا رب لاني ضعيف، يعني مش هنكر يا رب انا مسكين انا فقير انا ضعيف، قوتك تسندني بقى. عشان كده نقول في التسبيحة لله دي قوتي، قوتي دي كلمة جميلة أوي اللي بنقولها، قوتي وتسبيحتي هو الرب. يعني أنا ملياش قوة في ذاتي، أنا عارف عيوبي، عارف إن أنا أصغر من أصغر شيطان، أي خطية تكومني كده وما عندهاش أوعد بحاجات كبيرة، لكن قوتي ربنا. المفروض إن الأسبوع ده يزود اتكلنا على ربنا، يزود ثقتنا إنه أنا ما أنا بل نعمة الله. الحتة هنا وإحنا بنتفرج على ربنا قد إيه قوي، بيقوم بالمهمة لوحده، بيكمل الفداء لوحده، قوة القيامة دي حاجة تخصه، إحنا كلنا بناخد على الجاهز يعني. ولو نمنا وضعفنا يرجع يعذرنا ويقول معلش، وبعدين يقولوا طب يلا قوموا ننطلق من هنا، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. ويوم الحد نلاقيه بقى ايه، ولا كأنهم انكروا ولا كأنهم بهدلوا الدنيا، فرحان قوي انه يفرحهم وياخدهم بالحضن، وبعدها بشويه يعمل لهم اكله تمام على البحر ويقول لهم اذهبوا واكرزوا لجميع الامم. طب هم دول اللي ينفعوا يا رب بعد اللي عملوه الاسبوع ده؟ المفروض ما ينفعوش. لا ينفعوا، لا ينفعوا، دول حبايبي. روحي قولي لاخواتي اني اسبقكم الجليل، عاوزين نتلم لمه حلوه. فهو ربنا يسوع بيحب اللي يشتغل معاه قوي مهما كان ضعيف، ويحب يفرحنا بقوه قيامته رغم الاحزان والشكوك والضعفات. فربنا يدينا ان احنا نغلب ضعفنا بالرجاء بالايمان، وتبقى تسبيحه قوتي وتسبيحتي هو الرب دي طول السنه على فكره، لانها موجوده اكتر من مره في الكتاب المقدس. والمعنى ده جميل، أنت هو قوتي، أنت يا رب موضوع تسبيح. يعني مش بقول لك القوة، مش بقول لي القوة، بقول لك لك القوة، خلاص القوة منك أنت يا رب اللي تدي القوة، أنا ما أعرفش أعمل حاجة. وهكذا تيجي تتكلم تقول له لك القوة، لما تيجي تعمل أي حاجة في الخدمة تقول له لك القوة ومنك القوة، وأنا يعني مجرد أداة في يدك كده. كانت المادر تريزا، الأم تريزا كانت تقول أنا قلم رصاص في إيد ربنا، كان تعبير جميل، قلم رصاص في إيد ربنا، يعني يكتب بيا، لكن هو القلم ده يقدر يقول أنا كتبت. يعني في الآخر اللي بيكتب صاحب القلم. على قد ما الواحد فينا يبقى شايف ضعفه قوي وشايف قوة ربنا قوي، على قد ما ربنا يستخدمه بسهولة جدا.
ويعمل بيه عجائب ويصلح طبعه ويغير فيه ويديله نعمة في كل خطوة ويفتح بيه أبواب مغلقة ويشوف بركات ملهاش آخر. بس المطلوب دايما أن الواحد يعني يبقى شايف دايما نعمة ربنا. 2 minutes in English for the some of the attendees in English. Tonight I focused on the weaknesses of the apostles and the power of the Lord. They were all weak. They couldn't fulfill their promises. They couldn't stay for the night watching as it يعني ordered them. But although they were very weak and they all doubted him, and you know, St. Peter denied him and St. Mark escaped the situation because of the fear. On the Sunday, the Lord was happy to give them the glory of his resurrection, the power of his resurrection. So we need to accept our weaknesses. We need to admit that we are very weak and we need all with the power of God. Our power is not in us. Our power is the Lord's power. That's why we are always praying God for his power. He is the Almighty and he is our praise. For when you know your weakness and you know as well the power of God, God can make use the best use of you in the service, and he can make miracles out of you. But keep yourself in your weakness. I mean, know very well that you are very weak and you need all with the power of God. That's why we are sticking to the prayer. When we pray, we just like reminding ourselves, I cannot do anything without the power of the Lord. May God bless you all and give you all the blessings of this holy week and also the joy and power of his resurrection.